حادثة مشاهدينا الكرام. يلتحق بنا وعلى المباشر في مداخلة هاتفية الأستاذ خليل هدنة المكلف بالإعلام بالمديرية العامة لشركة جزائرية توزيع الكهرباء والغاز ونالغاز. أهلا بك سيدي الكريم، صباحك سعيد. صباح الخير سيدي الكريم. جميل، هل من تفاصيل فيما يخص هذه الحادثة؟ والتمسنا تذمر واضح من طرف المواطنين هناك بالمنطقة التي انفجر فيها هذا الأنبوب الموزع للغاز. شكرا سيدي. نعم. هو الحادث كما تم في تصريح للحماية المدنية أنه وقع بعد الخامسة بعد الزوال في حي بن شيكو على مقربة من وسط مدينة قسنطينة. التعدي على قناة الغاز ذو قطر 200 مليمتر هي تعتبر قناة رئيسية لتزويد الحي من طرف ساكن في هذا الحي، كان يقوم بعملية حفر لأشغال الصرف الصحي بواسطة ماكينة حفر. في الأول سيدي الكريم كان فيه تسرب للغاز، وأمام هذه الحالة وحسب المعلومات وبكل تحفظ وحتى يعني رابطت يعني بعض الأقاويل أنه المؤسسة والأعوان تاعنا ما يعني ما طرقوا، لكن طرقوا لافان أو صمام الغاز لا يوجد في الحي. وهذا الحي لعلمك سيد الكريم ولعلم المشاهدين أنه حي جديد التشييد فيه 40 مسكن، وفيها ليس كل المساكن يعني مسكونه، ليست كل المنازل مسكونه. لحسن الحظ والحمد لله لم يكن فيه اضرار بشريه ولا ماديه في ممتلكات المواطنين، ما عدا سيدي الكريم تلف القناه الممونه للغاز، وكان فيه تدخل سريع للاعوان تاعنا مصالح الغاز بقسطنة لمؤسستنا صادق، وقطعت الغاز لتأمين المحيط كإجراء أولي واستعجالي، لأنه كان فيه أول تسرب للغاز. ثم لجأوا بعض المواطنين، وكان فيه يعني أن نشوفوا بعض الفيديوهات للوسائل الاجتماعية داورتها أنه كان فيه يعني أمام هذا الحالة كان فيه مواطنين حبوا باش يغطيوا هذاك التسرب برمي الرمل والحجارة. هذا وبكل تحفظ أقولها مما سبب في شرارة كهربائية أو شرارة النارية اللي أشعلت النيران، لأنه في الأول كان فيه تسرب للغاز. انه كان فيه كاجراء اولي للاعوان تاعنا هو يعني تطويق المحيط وتامينه، ثم مباشره عمليه تفريغ الاحتياط، لانه القناه فيها غاز، ولما يكون فيه غاز لما يكون فيه قطع لازم نفرغوا هذاك الاحتياط المتواجد في القناه لبدء عمليه التصليح العضب واعاده ايصال 25 متر من قناه الغاز قطره 200 مليمتر، وجزء من القناه كذلك اللي قطرها 63 مليمتر، واعاده التموين كما قلت لي 40 سكن المتواجد في هذا الحي. مره اخرى سيدي الكريم نناشد المواطنين والمقاولين بخطوره العمل تحت السطح الارض والحفر دون استشاره مصالحنا ولا حتى تصريح من لدن الهيئات المختصه. في غياب للمسؤوليه، هذا الغياب للمسؤوليه يؤدي حتما الى كوارث والى حوادث لا تحمد عقباها للمواطن ولممتلكات المواطن ولهياكل ومنشات مؤسسه توزيع صداق. اذا السبب الرئيسي سيدي الكريم، السبب الرئيسي هو احد المقاولين هناك الذي من خلال العمل هناك بالمنطقة وعملية الحفر هناك تسببت في هذا التسرب للغاز. هو ليس بمقاول، هو ساكن لهذا الحي الجديد، يعني نعم. هو حي جديد ما زال في 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 طور التشييد، كان يحفر لوضع قنوات صرف صحي. نعم. والمس او اعتداء على شبكه الغاز اللي القطر تاعها 200 ملم هي الشبكه الممونه الرئيسيه لهذا الحي. سيدي الكريم في نقطه اخيره فقط لو سمحت، هناك نعم. هناك معايير يجب اكيد ان تحترم في انجاز هكذا نوع من المشاريع فيما يخص سواء تزويد المناطق السكنية بالأنابيب الغاز، وأنت قلت سيدي الكريم بأنها هناك البنايات جديدة بالمكان الذي كان فيه انفجار هذا الأنبوب، وشفنا بلي في العديد من الحوادث من هذا النوع في عدد من الولايات، أخرها كان بولاية البيض وانفجار لأنبوب الغاز أدى إلى وفاة على ما أذكر شخصين هناك رحمهم الله. حادث تقريبا مشابه لذلك الحادث في ولاية قسنطينة. هناك احترام للمعايير، معايير إنجاز أنابيب الغاز سيدي الكريم؟ نعم، هي معايير تقنية بحتة، وهذه المعايير
مندرجة في الدفتر الشروط، ودفتر الشروط هذا يحترم معايير لمدرجة كذلك في الجريدة الرسمية. يعني المعايير أوليا قبل الحظر، احنا لما يكون فيه وضع لقناة الغاز يكون فيه حفر 80 سنتيمتر تحت الأرض، ثم يوضع الربل وغيرها، من بعد فوق 40 سنتيمتر يوضع السياج أو السلك أو الشباك المنذر، ينذر هذا الشباك بالنسبة للكهرباء هو شباك اللون تاعو أحمر، وبالنسبة للغاز الشباك اللون تاعو أصفر، هذه 40 سنتيمتر، من بعد فوق 40 سنتيمتر نوضع الربل ونوضع التراب وغيرها. إذن هذاك الشباك المنذر لما يجي واحد يحفر كمقاولة أو هيئة وغيرها، لما يوجد هذاك الشباك المنذر يعني اللي اللون تاعو اصفر بالنسبه للغاز، راح ينضرب لوجود قناه الغاز تحت 40 سنتيمتر للاسفل.